تقول هل في سر الزيجر نشترك مع الله في عملية الخلق، أم أن هذا التعبير خاطئ؟ خاطئ خاطئ خاطئ. شوف يا ابني، عايزك تفهم يعني ايه كلمة الخلق. الخلق يعني ايجاد من العدم، ولم يوجد من العدم الا الله وحده، هو اللي اوجد من العدم. لكن في عملية الزيجة مفيش حاجة اسمها وجود من العدم، كل ما في جسم الانسان موجود من قبل، وما في جسم المرأة موجود من قبل، يبقى ما فيش من العدم. لذلك كلمة موجود غير مخلوق.